السلام عليكم، مساء الخير، ازيكم جميعا. هقدم لكم النهاردة حاجة جميلة وهادية قوي ونقدر نخلصها بسرعة، رغيف عيش بالشوفان. الشوفان طبعا فيه فوائد كتيرة جدا، لازم نجيبه شوفان يكون مطحون بالشكل ده. طبعا في انواع من الشوفان، في اللي هو الحباية كاملة او المطحون، فنهتم ان احنا نجيب اللي هو الناعم ونضيف عليه معلقة بيكنج باودر صغيرة وربع معلقة صغيرة ملح بحر. طبعا انواع الملح ذكرتها في الرابط اللي هيظهر قدامكم ده عشان تختاروا ملح بطريقة صحية. لازم نضيف عليها طبعا كوباية مية سخنة زي ما انتم شايفين البخار طالع بالشكل ده، ونجهز كسرولة تكون يعني عميقة عشان نقدر نعمل فيها العجين. هنضيف كل المخلوط الحاجات الجافة مع بعض، الملح والبيكنج باودر، ونضيف مع الشوفان ونبدأ نقلبهم مع بعض عشان الخليط يندمج بشكل متجانس. بعد ما خلطنا كده وطمننا ان كل الخليط بقى زي بعض، نبدأ نضيف المية عليهم. نهتم قوي ان المية تكون سخنة عشان هو ده السر بتاع العجين بتاعنا النهاردة. نبدأ نقلبه ونزود مية لما نحس ان العجينة محتاجة مية، طبعا لان الشوفان بيشرب كمية كبيرة جدا من المية اللي احنا بنشتغل بيها. نبدأ نقلبه بشكل ده لغاية ما يندمج مع بعض، وناخد كل البودر او العجين بتاع الشوفان ونبدأ نجمعه باليد. زي ما انتم شايفين نلم العجينة مع بعض كده ونبدأ نمسكها، نتأكد انها بقت مندمجة مع بعض وعجينة تنفع تتقطع وتتقسم. خلاص جمعنا العجينة بالشكل ده، ناخد العجينة ونجيب اي حاجة تكون يعني مفرودة زي كده ونبدأ نقسم العجين لثلاث قطع على حسب الكمية اللي عندنا، تكون قطع متساوية. طبعا الكمية اللي انا عملتها يدوب ثلاث قطع. نجهز اي صينية تيفال عندنا ونبدأ نسخنها. طبعا درجة الحرارة هتكون متوسطة لغاية ما يبقى الصينية يعني جاهزة ان احنا نقدر نجهز رغيف العيش بشكل يعني سريع ومتناسب. بصوا دلوقتي نبدأ نفردها واحدة واحدة، وخلوا بالكم لان ممكن تلزق، فواحدة واحدة كده لغاية ما نفردها. الطريقة اللي احنا هنعملها النهاردة مفيش فيها طبعا لا خميرة ولا دقيق، ومفيش يعني الحاجات اللي بتخليها تتنفخ، فاحنا بنتعامل بهدوء عشان محتاجين رغيف عيش صحي اضافاته بسيطة جدا، ونقلبه مرة واثنين وثلاثة لغاية ما نحس ان هو استوى وجاهز للأكل. هيبدأ يعلى واحدة واحدة، نقلبه برضو ونضغط عليه. مهم قوي السر في الضغطة دي. طبعا طريقة العيش اللي احنا مقدمينه النهاردة او الخبز ان هو زي المحمص، عشان كده بنقدر ناكل بيه اي حاجة وطعمه بيكون لذيذ وجميل جدا، مفيد قوي لكل الناس اللي بيعملوا لو كارب او دايت يعني منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات، وبرضو ممتاز قوي للناس اللي عندها مشاكل في السكر ومقاومة الانسولين واي امراض ممكن تكون محتاجة ان انت تاكل اكل صحي. نجرب الرغيف التاني ونشوف هيبقى عامل ازاي. لازم بالصبر واحدة واحدة وما نبقاش مستعجلين، لان الرغيف هياخد حوالي 5 دقايق شغل على النار. نتيجة جميلة وسريعة وحلوة وما بتاخدش وقت، وانت بتجهزي فطارك الصبح بسهولة قوي تقدري تعملي رغيف العيش اللذيذ ده، وكمان طعمه حلو. وممكن نضيف اضافات تانية، بس انا حبيت اقدم لكم النهاردة فكرة بسيطة وفي نفس الوقت تكون شهية. هناخد الرغيف بالشكل ده ونقدر نقدمه سخن، ونتعالوا نجرب كده مع بعض. هنشوف شوف الرغيف عامل ازاي. الله أكبر، حاجة جميلة وحلوة ومن جوة خلاص ناشف، مفيش عجين خالص. ده ميزة العيش اللي احنا عاملينه النهاردة، مش معجن من جوة، غير انه طعمه شهي. بس قلنا نجرب النهاردة
المربى الفراولة اللي احنا عملناها قبل كده، هتلاقوها في اللينك اللي هيظهر قدامكم دلوقتي. بسم الله، يلا ندوق ونشوف طعمه ايه مع الحاجات الحلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل ما شاء الله. يلا على قلبكم صحة وعافية. ياريت منساش نعمل لايك، والناس اللي ما اشتركتش في القناة اشترك يلا عشان يوصلك اي حاجة جديدة بقدمها. باي باي.